يعود النوم مع الطفل بالكثير من الفوائد عليه حتى مع تقدمه في العمر، هو ما يخالف اعتقاد الكثير من الآباء والأمهات. نشرت مجلة فرنسية تقريرا قالت فيه أن الكثير من الأمهات ينامون مع الطفل حديث الولادة حتى يطمئنوا عليه ويطعموه في كل مرة يحتاج ذلك، وأحيانا مع تقدمهم في السن لا يسمح الكثير من الآباء للأطفال بالنوم معهم. ومع ذلك يسود اعتقاد شائع أن الأطفال لا يتعلمون بهذه الطريقة أن يصبحوا مستقلين، لكن الباحثين الذين نظروا في هذا الأمر توصلوا إلى أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا تماما، فقد يؤدي ترك الأطفال للنوم مع والديهم إلى فوائد متعددة. عامل الأمان. وأوضحت الصحيفة أن العديد من الآباء قالوا أنهم لا يسمحون لأطفالهم بالنوم معهم لأنهم يخشون أن لا يتعلمون أن يكونوا مستقلين. ومع ذلك أوضح جيمس ماكينا مدير مختبر سلوك الأم والطفل في جامعة نوتردام إلى أن الأطفال أكثر ثقة هم أولئك الذين ينامون مع والديهم، فخلال هذه اللحظات يشعر الطفل بالحماية ويتخلص من المخاوف والقلق. وفق الصحيفة يقود هذا الشعور بالهدوء للأطفال إلى الحياة بطريقة أكثر إيجابية، لذلك فهم لا يترددون في مواجهة تحديات جديدة بأنفسهم واختبار مهاراتهم. وقد ورد الأخصائي نفسه إلى أن الأطفال الذين حرموا من هذه الفرصة يميلون إلى أن يكونوا أكثر خوفاً، حيث أن الشعور بالوحدة في الأوقات الحرجة يجعل من الصعب التحكم في المشاعر. حب النفس. وذكرت الصحيفة أن لويس جاندام وروبوت لويس هما باحثان مشهوران آخران شجعا على اكتشاف عواقب النوم المشترك على الطفل، حيث قابل الباحثان عام 1988 حوالي 130 امرأة و77 رجلا ناموا مع والديهم خلال فترة طفولتهم. وفي مرحلة التحليل وجد الباحثان أن هذه العادة تعزز الثقة بالنفس، حيث يشعر الأطفال بالحب، ونتيجة لذلك يسهل على الأطفال التواصل مع الآخرين. الرابطة الأسرية. لفتت الصحيفة إلى أن باحثين آخرين أكدوا أن النوم المشترك يسمح للأطفال بعلاقة عاطفية أفضل مع والديهم، ويحدث في اللحظات التي تسبق النوم الكثير من القبلات والضحك، وهكذا يشعر الأطفال بأن جميع احتياجاتهم العاطفية مغطاة. وبالنسبة للآباء يعد الاستلقاء مع أطفالهم لفترة من الوقت بديلا رائعا للتخفيف من الضغوط، كما يعد هذا الوقت الجيد ضروريا للاتصال العاطفي الجيد وتذكير الأطفال بمدى أهميتهم في حياة الوالدين، إضافة إلى أنه من الضروري للأطفال أن يفتحوا قلوبهم ويخبروا والديهم بأفكارهم العميقة. لا ننفي أنه من المهم استقلال الطفل في غرفة لوحده. كيف ومتى تستعدين لفصل طفلك؟ سنتحدث عنه في الفيديو المقبل إن شاء الله. لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.